السلام عليكم، سفيان ميماتي معكم من مدينة الأربعة. اليوم رانا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 شارع الأمير عبد القادر مدينة الأربعاء، عند أحد المواطنين اللي ما استفادش من قائمة السكن، عنده مدة طويلة وما يتمسخروا به، واليوم راهو شوفوا خطرة صورته مع دارهم، دوك الضيق في دارهم راهو خرج، عنده دوك 6 شهور هو هنايا مامبا. تبعوني تبعوني، ساكن في هذا المكان المهجور، شوفوا تبعوني. الاخ الكريم واسمك؟ اسماعيل نور الدين. اسقي اسماعيل نور الدين. اه، شحال عندك اطفال؟ عندي 3 اطفال امنيك. شوفوا عندي طفله تقرا، هذه وهذا وهذا. وري لي الدار، ادخل تشوف لي الدار. ايوه ازرق اكتيفي. شوفوا يا ناس الاربعه، وما بيت ندخل لعندو للدار. شوفوا شوفوا، يومين يمشي منا فوق السلوم هذا. تبعني تبعني. اه شوفوا شوفوا، وهذا عنده اعاقه. شوفوا اوساخ، شوف رائحة كريهة. شوفوا العمارة هذه عندها فايتر 11 سنة ويا هكذا. شوف تبعوني تبعوني ناس الأربعة. شوفوا شوفوا لو كوزينة. شوفوا هذه العمارة المهجورة معروفة في الأربعة قدام لابوست. شوفوا ها ستار. ابدي خويا. واش تبعث ميساج لمسيو الوالي؟ مسيو الوالي عادي، هام الوقت تاعي هاي الطالو، هام الدنيا طونج، قال لك زير الطالو. وين نروح؟ وين نروح؟ شاب دايا شاب دايا تقول لي فيها خير. المير ما نقدرش، يقولوا لي في البليده هاوني 300 طونج. هاي 500 مليون شحال حنا قدها. هاي تاع الخاوة. هذو خاوتك 14 واحد في اب طروة. هذو خاوتك؟ خاوتي ياه. من 2011 وانا حط حط شوف تصورها مليح. وهاو الطالب. اصبر 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 اصبر. هذو خاوتك شحال من واحد؟ خاوتي 14 واحد عيلتك 14 واحد في اب طروة. اه. هكذا وهاو الطالو تاع السخنة زيد تصور من 2011 هادي. ابعث رسالة إلى السيد الوالي. هادي. من 2011. السيد الوالي إبراهيم أوشان راك جاي بالعوادي نهار الخميس. ماذا بيا هذا الشخص هو والحسين لومديكابي، استقبلهم ان شاء الله تعيش. وقالوا لك السكان تاع الاربعه روح دي زياره ميدانيه الى مدينه الاربعاء تشوف الحقره تاع الاداره. شوف وعطوا لهم الديار في الصفصاف، باعوهم كاع 90% باعوهم، باعوهم 300 مليون. وكاين اللي ما سكنوهمش، روحوا بعثوا لجنه اقسم بالله ما سكنوهم في الصفصاف. وهذو تاع لاصاص النص هم كارينهم ونص باعوهم والنص مازال ما سكنوش فيهم. وهذا شوفوا وراه هكذا. قول لهم شوف البي سي واش داير. المهم المهم انا الميساج تاعك يلحق. ولادي مرضوا. اه ولادك قلت لي با مرض. ولادي مرضوا لي هنايا باه مرض بالميكروب. بالميكروب عندك الاوراق. شاو ما يتلوحوا ورا الوراق 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 الوراق. شاو ما يتلوحوا في المفتاح. وري لي تشوف الوراق الناس تامن بالوثائق. شاو الدواء شي فيهم الدواء. اه. هاو الدواء. اه قولوا هذو كاع تاع اولادو. هذا الدواء تاع اولادك. عاونوه يا ناس الاربعه والاداره عاونوه، اللي ما يعاونوش يتضامن معاه. هكذا هذا هو معروف في الاربعه، هذا يسمى ماهوش واحد. واش تحب نقول لك انا؟ الفيديو هذا تاعك ان شاء الله يتبارطاجا هكذا ان شاء الله، وان شاء الله تكون فيها خير ان شاء الله. هكذا خويا الطفله تقرا. آه. تحبط على المدير تتبع على المدير. واش قلت لي؟ الطفله هاي تقرا تقرا سنه ثانيه. انت عندك اعاقه؟ اه تطلع على المدير تحبط على المدير. هاي وحدها السبعه تاع الصباح نطلق لها انا ما نقدر نطلق لها وحدها
في الخلا هذا هنايا والزوبيا والبوح. بالك شوف المهم الميساج تاعك يلحق. شوف هذه ريبه. المهم الميساج تاعك يلحق. هيا هيا احنا هكذا خويا بارطاجيوه الناس اللي ربعه الماكسيمو. والماء ما الماء ها قولوا شو ها قولوا يا عمك بالبيت رائحة كريهة شو قولوا يا عمك بارطاجيوه الناس الأربعة والسلام عليكم ورحمة الله.